نعم، أنا أشرت في بداية العرض بأن كل قضايا العالم العربي مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة. عندما نتكلم على ليبيا نتكلم على دولة جارة وهي محل اهتمام الجزائر والقيادة في الجزائر ومحل اهتمام القمة أيضا من عدة جوانب، من خاصة من حيث تسوية الوضع الداخلي في ليبيا بترقية الحوار بين أطراف الأزمة في ليبيا والذهاب قدما إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بدون بشكل حر ونزيه وبدون أي تدخل أجنبي. الجزائر باذلة جهود كبيرة جدا في سبيل تسوية الوضع في ليبيا، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو على مستوى دول الجوار أو على مستوى جامعة الدول العربية وحتى على المستوى الإفريقي وحتى الدولي. وفي هذا الإطار الجزائر تدفع دائما إلى سلامة ليبيا وإلى وحدة ترابها وإلى وحدة ليبيا وسلامة ترابها، وتعمل على إيجاد مخرج في أقرب فرصة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتسوية الوضع في ليبيا بشكل نهائي والخروج من هذه الأزمة التي حقيقة طال أمدها وكلفت الشعب الليبي الشقيق خسائر بشرية كبيرة وكذلك خسائر مادية معتبرة. كذلك الوضع في سوريا هو محل اهتمام القمة، كذلك الوضع في اليمن هذه دول شقيقة وفي قلب اهتمامات القمة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن سيادة رئيس الجمهورية وضع هذه القمة تحت شعار لم الشمل العربي وشعار قمة جامعة وكذلك شعار تحقيق حد أدنى من التضامن. هذه شعارات كبيرة أطلقها سيادة الرئيس لتنعقد في ظلها القمة، وذلك في إحدى لقاءاتهما الدورية مع الصحافة. والجزائر لابد وكل الوفود لاحظت بإعجاب كبير التحضيرات والإعدادات والإمكانيات الضخمة التي وفرتها الجزائر لعقد هذه القمة وتوفير كل شروط نجاحها.